كانت بيج بيرغفيلد تعيش في حي صغير في مدينة كولورادو، والتي استطاعت فيها أن تؤثر تأثيراً واسعاً في حياتها المهنية والشخصية، فقد كان أولادها الثلاثة يعشقونها، وكذلك كان لديها الكثير من الأصدقاء، وشهدت مسيرتها المهنية نجاحاً باهراً. لكن حين كشفت بيج عن حياتها الشخصية السرية الأخرى، كان هذا هو الخبر الذي دمر عائلتها بالكامل. حينما انفصلت بيج عن زوجها روب، عرفت أن الأوضاع المادية لها وعائلتها سوف تتأثر، وكل ما كانت بيج تتمناه هو أن يظل أولادها يعيشون في نفس المستوى المادي الذي كانوا يعيشون فيه دون أن تضطر إلى حرمانهم من أي شيء. كانت بيج متزوجة من شخص آخر قبل زوجها الأخير روب، وزوجها السابق كان يدعى هوارد بيغلر الذي عشقته وهم في المدرسة الثانوية، ولكن سرعان ما تزوج الثنائي، ولكن الأمور لم تكن كما كان مقدرا لها، وحينها تعرفت بيج على زوجها التالي روب، وبصورة مفاجئة اختفت بيج ولم تعد إلى منزلها، ولذلك حاول زوجها السابق أن يعثر عليها، وحينما باءت محاولاته بالفشل قام بإبلاغ الشرطة عنها للبحث عنها ضمن الأشخاص المفقودين، وقد أبلغت الشرطة والدها بذلك، فما كان منهم إلا أن تركا منزلهما في دنفر وجاء للبحث عن بيج ومساعدة عائلتها، كما انضم إليهم أخيها. بعد أيام قليلة من اختفاء بيج، عثرت الشرطة على سيارتها من ماركة فورد فوكس، وكان واضحا أن السيارة تم حرقها وركنها في مرآة سيارات مهجور. وقد حاولت الشرطة العثور على أي دليل داخل سيارتها، لكن يبدو أن النيران أكلت كل شيء، على الرغم من عدم وجود محفظتها ولا هاتفها، إلا أن الشرطة عثرت على مفكرتها التي كانت هناك بعض الصفحات المقطوعة فيها، والتي لم تتعرف الشرطة من الذي قطعها ولا لماذا قام بذلك. حينما تفحصت الشرطة السيارة عن كثب، وجدت أن مقعد السائق كان قد تم إرجاعه للخلف بدرجة قد تمنع بيج من الوصول إلى البدالات، وهو ما يعني وجود شخص آخر كان يقود سيارتها. وحين عرفت عائلتها وأصدقاؤها هذه المعلومات الجديدة، قرروا الخروج وتنشيط الحملات للبحث عنها، إلا أنهم لم يعثروا على أي أثر لها. إلا أنه ضمن عمليات البحث التي كان يقوم بها حوالي 100 شخص، عثر أحدهم على بطاقات علاج أطفالها وعلى بطاقة علاجها الشخصية، كما تمكنوا من العثور على هاتفها، وعندما فحصوه وجدوا أنها تلقت اتصالا من رقم غريب في الليلة التي اختفت فيها. حينما تواصلت الشرطة مع الرقم الغريب، اكتشفوا أن بيج كانت تعيش حياة مزدوجة. كان هذا الرقم الغريب يعود لشخص يسمى جيم، الذي ادعى عدم معرفته للسيدة باسم بيج، فهو يعرف صاحبة الرقم على أن اسمها كاري، وكان يبدو أن الثنائي لديهم الكثير من الأحاديث المشتركة، خاصة أن جيم يقول أن هذا الرقم خاص بالاتصال بينه وبين كاري أو بيج، وقد اشترى هذا الهاتف من وولمارت. وسرعان ما عرفت الشرطة أن الاسم الحقيقي لهذا الشخص هو ليستر جونز، وأن مكان عمله قريب جدا من المكان الذي وجدوا فيه سيارة بيج المحترقة. وقتها تم اتهام ليستر بأنه المتهم الرئيسي في قضية اختفائها، ومع معرفة التاريخ الإجرامي لليستر الذي دخل السجن سابقا بتهم الاعتداء الجنسي والاختطاف، حينها فقط تأكدت الشرطة أنه المتهم الأول في اختفاء بيج. بعدما قامت الشرطة بتفتيش مكتب ليستر، وجدت قوائم محفوظة لديه فيها معلومات شخصية جدا عن الكثير من النساء، مثل صفاتهم الشخصية، مقاس صدرياتهن، أو تفاصيل وجوههن. وهنا عرفت الشرطة عن حياة بيج السرية، حيث اتضح أن بيج كانت تدير شبكة للدعارة، وأنها كانت تستخدم اسم كاري لإخفاء هويتها الحقيقية. بعد مرور 5 أعوام على اختفائها، عثر مجموعة من المتسلقين للجبال على جثة بيج، وكان يبدو على الجثة أنها خاضت معركة ضد قاتلها، كما كان هناك ملصقا على فمها. كانت الشرطة متأكدة من أن ليستر هو الشخص الذي قتلها، إلا أنه أنكر كل ذلك، وبمواجهته بالأدلة تم تقديمه للمحاكمة التي استطاعت هيئة المحلفين تبرئته في المرة الأولى، إلا أنها وجدته مذنبا في المرة الثانية وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية لإطلاق سراحه. ارتاحت عائلة بيج لرؤية قاتلها وهو في السجن، إلا أن والدها لا يزال يتقبل مصير ابنته بصعوبة. سافر أولادها للعيش مع والدهم في بنسلفانيا، ولا يزال أولادها هم أكثر من يحزنون عليها، لأنها تركت أطفالها الثلاثة الذين عملت على تربيتهم لمدة 15 عاما دون أن يكتشف أحد حياتها السرية.